التقى الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه صباح اليوم بمعالي الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه بدوله الكويت الشقيقه. قد رحب معالي وزير الداخليه بالضيف الكريم موجها الشكر لدوله الكويت الشقيقه على مواقفها الداعمه لمملكه البحرين في الحفاظ على امنها واستقرارها ضمن اطار مفهوم الامن الجماعي لدول مجلس التعاون والذي تمثل بقوات درع الجزيره ومساندتها لمملكه البحرين خلال الأحداث الأخيرة ومشاركة دولة الكويت الفاعلة في هذه المهمة والتي تعبر عن عمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. وأشاد معالي بمسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين الأشقاء وإن هذا التعاون يمثل نموذجا للعلاقات الأخوية المتينة الهادفة إلى تعزيز الأمن والازدهار لكلا البلدين الشقيقين، مؤكدا معاليه على استمرار نهج التعاون والتنسيق الذي ينطلق من توجهات القيادتين الحاكمتين في كل من مملكة البحرين ودولة الكويت للعمل على تفعيل العمل المشترك في شتى المجالات، ومنها المجال الأمني الذي يتصدر الأولوية في ضوء ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من أحداث ومتغيرات تتطلب تضافر الجهود وتكاملها. ومن جانبه أكد معالي الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على وقوف الكويت إلى جانب الأشقاء في مملكة البحرين في السراء والضراء، معربا عن تأييده لكل ما تم اتخاذه من إجراءات عكست البعد الحضاري لمملكة البحرين والمتمثلة بحوار التوافق الوطني الذي أطلقه جلالة الملك المفدى وبمبادرة جلالته الرائدة بتشكيل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق. وأشاد معالي بالمستوى المتميز العلاقات بين البلدين في المجالات الأمنية وأن هذا التعاون يسري مسيرة التكامل الأمني الخليجي متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار ودوام الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة. وقد تم خلال اللقاء التباحث حول تسهيل إجراءات حركة انتقال المواطنين المسافرين بين البلدين وتكليف المختصين بدراسة إنشاء مكتب للهجرة والجوازات في منفذ البلد الآخر، وذلك تفاديا لأي تعطيل في دخول أحد البلدين عند وصولهم إلى الميناء المتوجه إليه والاستفادة من تجارب الدول التي طبقت هذه الإجراءات وتقديم التوصيات بذلك. كما جرى بحث التعاون والتنسيق الأمني في مختلف المجالات لمواكبة المستجدات الأمنية التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية واتخاذ الرؤية المناسبة، وكذلك مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يعزز مسيرة التعاون الأمني لما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.